بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. هذا الجزء الخامس من كتاب صفة الصفوة، واليوم نقف عند مجموعة من هؤلاء الصفوة، ومنهم عمرو بن عتبة السلمي. عن الأعمش قال: قال عمرو بن عتبة: سألت الله ثلاثا فأعطاني اثنتين وأنا أنتظر الثالثة. سألته أن يزهدني في الدنيا فما أبالي ما أقبل وما أدبر، وسألته أن يقويني على الصلاة فرزقني منها، وسألته الشهادة فأنا أرجوها. عن السدي قال: اشترى عمرو بن عتبة فرسا ب4000 درهم فعنفوه يستغلونه، يعني من حوله من المعارف بدأوا يلومونه بأن هذه الفرس استغلوك وباعوا لك إياها بسعر غالي. فقال: اسمعوا ماذا رد عليهم. قال: ما خطوة يخطوها يقدمها إلى الغزو إلا وهي أحب إلي من 4000. سبحان الله. وهنا يتبين لنا من يريد الدنيا ممن يريد الآخرة، يتبين من هو في حجاب الدنيا ومن رفعت عنه هذه الغفلة وهذه الحجب، وبدأ يرى الحقيقة ويرى أن الحياة هي الآخرة. وعن الحسن بن عمرو الفزاري قال: حدثني مولى عمرو بن عتبة قال: استيقظنا يوما حارا في ساعة حارة، فطلبنا عمرو بن عتبة فوجدناه في جبل وهو ساجد، وغمامة تظله، وكنا نخرج إلى العدو فلا نتحارس لكثرة صلاته، يعني كانوا يظنون أن الله معهم بسبب كرامات هذا الولي الصالح. ورأيته ليلة يصلي فسمعنا زئير الأسد فهربنا، وهو قائم يصلي لم ينصرف. فقلنا له: أما خفت الأسد؟ فقال: إني لأستحيي من الله أن أخاف شيئا سواه. طبعا يا إخوة يا أخوات، هذه مقامات ودرجات في الإيمان، ولكن الشرع أباح للمصلي الذي يخاف على نفسه الضرر أن يقطع الصلاة. وطبعا هذه الكرامات يا إخوة، أن ولي صالح غيمة ظله، هل تحصل؟ نعم تحصل، وأنواع من الكرامات الخارقة للعادة تحصل لأولياء الله الصادقين. الولي الصالح لا يشهر هذه الكرامات، تحصل نعم تحصل، ولكنهم بسبب الإخلاص وإخفاء هذه الكرامات فهي لا تظهر لنا. فهذه الروايات وهذه الآثار هي حقيقية لأنها آلاف الآثار. هذه القصص مما يعني شاهدوه الناس، مما كشف، هذا بعض الذي كشف للناس فألفوا وكتبوا هذه الكتب في كراماتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. عن النعمان بن منذر قال: قال رجل للفضل بن بزوان: إن فلانا يقع فيك. قال: لأغيظن من أمره. غفر الله له. قيل له: ومن أمره؟ قال: الشيطان. ومن الصفوة الحارث بن قيس الجعفي. عن خيثمة عن الحارث بن قيس الجعفي قال: إذا كنت في أمر الآخرة فتمكث، يعني لا تستعجل، تريث وتخشع، وإذا كنت في أمر الدنيا فتوخه، يعني كن حذرا، وإذا هممت بخير فلا تؤخره، وإذا أتاك الشيطان وأنت تصلي فقال: إنك ترائي فزدها طولا، يعني عاند الشيطان وزدها طولا، لأن الشيطان يريدك أن تقطع هذه الصلاة وتعجل بها من أجل الناس، عانده وزدها طولا.
ومن هؤلاء الصفوة سعيد بن جبير رضي الله عنه وأرضاه. عن عبد الله بن مسلم قال: كان سعيد بن جبير إذا قام إلى الصلاة كأنه وتد من ثباته وخشوعه وسكونه. عن القاسم بن أبي أيوب الأعرج قال: كان سعيد بن جبير يبكي بالليل حتى عمش، أي ضعف بصره من سيلان الدموع. عن أبي سنان عن سعيد بن جبير قال: لدغتني عقرب فأقسمت علي أمي أن أسترقي، فأعطيت الراقي يدي التي لم تلدغ وكرهت أن أحنثها. وهذا بلا شك أنه من التوكل الحقيقي. المؤمن إذا أراد شيئا لا يذهب للرقاة، والسبعين ألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هم الذين لا يسترقون، لا يطلبون الرقية من أحد، ولا يتطيرون، ولا يتشاءمون بالبومة والقط الأسود وكل هذه خرافات لا تنفعك ولا تضرك. لا يسترقون ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون، الذي بيده النفع والضر هو الله وحده. لا تخشى إلا الله، ولا تطلب إلا من الله، هو السميع البصير القريب سبحانه. كن موحدا وستكون في قمة الأمان. عن أصبغ بن زيد الواسطي قال: كان لسعيد بن جبير ديك كان يقوم الليل بصياحه، فلم يصح ليلة من الليالي حتى أصبح، فلم يصلي سعيد تلك الليلة، فشق عليه فقال: ما له قطع الله صوته؟ قال: فما سمع له صوت بعدها. فقالت أمه: يا بني لا تدعو على شيء بعدها، يعني كان مستجاب الدعاء. عن جعفر قال: قيل لسعيد: من أعبد الناس؟ قال: رجل اجترح من الذنوب، فكلما ذكر ذنوبه احتقر عمله. لأن من أخطر الأمور التي يقع بها بعض المتجهين إلى الله أنه إذا استقام وزاد في العبادة وزاد في الطاعة يغتر بعمله، يعجب بعمله. والحقيقة أن هذه النوعية من الناس لا يستمرون وينتكسون سريعا، لأن الذي أعطاك هذه الطاعة وأعانك على هذه العبادة هو الله، هو المعين، هو الهادي، القوة من الله، لولا الله أنت مشلول. فالذي ينسب الفضل كله لله وينكسر ويتواضع ويعلم أنه تحت رحمة الله، هذا الإنسان هو الذي يزيده الله من فضله. وفي مقتل سعيد بن جبير عن داود بن أبي هند قال: لما أخذ الحجاج سعيد بن جبير، قال الحجاج، طبعا هو من قتل سعيد بن جبير، لما أخذ الحجاج سعيد بن جبير قال: ما أراني إلا مقتولة، وسأخبركم أني كنت أنا وصاحبان لي دعونا حين وجدنا حلاوة الدعاء، ثم سألنا الشهادة، فكلا صاحبي رزقها وأنا أنتظرها. فكأنه، أي سعيد بن جبير، رأى أن الإجابة عند حلاوة الدعاء. ومن هؤلاء الصفوة إبراهيم النخعي. عن الأعمش قال: كنت عند إبراهيم وهو يقرأ من المصحف، واستأذن عليه رجل فغطى المصحف وقال: لا يرى هذا أنني أقرأ فيه كل ساعة. كانوا حريصين جدا، أشد الحرص، على ألا يجرحوا الإخلاص والصدق الذي بينهم بين الله سبحانه وتعالى. وكان إبراهيم النخعي يصوم يوما ويفطر يوما. عن الأعمش عن إبراهيم النخعي قال: إني لأرى الشيء مما يعاب، فما يمنعني من عيبه
إلا مخافة أن أبتلى به. وهنا نصيحة غالية جدا وثمينة، احذر من الاستهزاء أو السخرية ممن هم دونك. وأنا رأيت أمام عيني يعني أمور ناس استهزأوا بأشخاص أحيانا يكونون مثلا يعني في عيب خلقي، أو يستهزئ بإنسان بأن عنده معصية، مبتلى بمعصية معينة ويعني يستهزئ به ويحتقره. ومع الأيام تجد هذا الشخص يبتلى ابتلاء سبحان الله نفس هذا الابتلاء أو أشد من هذا الابتلاء. لا تستهزئ بأحد، ادعو له بالخير واحمد الله على العافية. إذا رأيت المبتلى قل الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا. قلها بنفسك واحمد الله سبحانه وتعالى وادعو له بالرحمة، وادعو له بالعافية، وادعو له بالشفاء. رأيت أمام عيني أناس سبحان الله تكلموا بكلمات يعني وقتها ما أنساها، يعني تضايقت وقشعر جسمي منها. وسبحان الله مع الأيام رأيتهم والله أمام عيني أصيبوا بنفس هذا الابتلاء، شيء عجيب. لا إله إلا الله. هذا والحمد لله رب العالمين.